السلام عليكم يا اخوان اخوات. في اطار هذه الجوله هذه ندوز لكم واحد الواقعه كانت وقعت في تيك توك. واحد ميخي تيك توكر معروف عند الجزائريين، دائما فاش يخرج شي واحد مثلا تتهم مثلا الجزائر بكذا كذا تيقولوا لي هذا راه مغربي، حيت كاين واحد الجزائري تسمي راسو سفيان تنتقد الجزائر وكذا وكذا، تيقولوا لا حق هذا راه هو فلان هو فلان. فهذاك قادر تحداهم وتحداهم، قال لهم ودي تنتحداكم الا قدرتوا تجمعوا بين فلان وفلان. هو تيقول لهم فلان هو فلان بحال تحفه، واحد مسمي راسه تحفه قال لهم هذاك تحفه هو سفيان، وقال لهم سفيان هو تحفه وراه كل مره تيخرج لينا باسمه. قال لهم ما تنتحداكم الا جمعتوا بين هاد الجوج هادو، انا قال لهم غادي نعترف بمغربيه الصحراء وكذا، وهي الصحراء مغربيه به وبلا به، حنا راه شادين فيه وصافي. فنشوفوا اشنو اللي فهذاك مسخوط ديال اسعد الشرعي جمع بيناتهم. قال لي واش الا جمعت لك بيناتهم تعتذر وتقدم لي استقاله؟ قال لها سيدي لا، جمعتي لي بيناتهم انا غادي نغبر من تيك توك، غادي ونعتذر للمغاربه ونكذا ونكذا. وفي الاخر ولا هذاك مسخوط ديال اسعد الشرعي يجمع بيناتهم. الموت ديال الضحك. اسمعوا لهذا الفيديو هذا ديال هذا الواقعه اللي وقعت. تقدر تجمع لنا ما بين تحفه وسفيان الجزائري اللي يطلع معاك يدير تمثيليه كانه جزائري مخلوع في المغرب وكش؟ اذا تقدر تجمع لنا بين هذ الاثنان اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو، انا عشاك تضحك، انا اخرج من التيك توك تمت حمصلتي يا اسعد، اسمع تمت سرقة الكاتورات. ليش ما تقاطعنيش اللي نتكلم مع السيد عظيم المغرب؟ يعني يا قادر خليني افهم، انت كانك تقول انه تحفه هو سفيان. وعني أني أقول لك، إذا استطعت تجمع لنا ما بين سفيان الجزائري وتحفة، أنا أخرج من تيك توك وأعترف بمغربية الصحراء وأندم وأدير كل شيء. وشكرا لك لك. هذا تحدي جميل وأنا أطالب الله العظيم بالرد. اجمع لنا ما بين وأنا سفيان. أقبل التحدي، وأنا أقبل التحدي يا أسعد، ما عليك إلا التنسيق مع سفيان ونصدق معي ونصعد مرة واحدة في بارك الكاس. الله فيك. أنا ولكن كن عند وعدك، إن كن عند وعدك، لأن وعد الحر دين عليه. طيب يا قادر شكلك تورط، الله يخرب بيتك. لا هو الشيء انت يا قادر، لحظة لحظة لحظة، شوف انا متأكد ان تحفة ليس سفيان، سفيان هذاك انت يعني كيف سمح لك عقلك انك تقول انه سفيان هذا؟ التحدي راه قائم، تحدي قائم. يلا عيد اش قلت؟ انك التحدي ستتحدث قائم، بمغربية تجمع الصحراء. لي ما بين تحفة وسفيان. انا اقبل التحدي يا جماعة، ولكن مغربية الصحراء وتغلق حسابك في هذا واش صلح؟ وي اكبر دليل على انه هو قال لك اقبل التحدي، كيفاش يقبل التحدي هو ماشي هو يا اسعد؟ انا اقبل التحدي كتحفة ويكلمك كتحفة. يا غبي. شوف الغباء، شوف الغباء، قال لك اقبل التحدي، قال لك اقبل التحدي، شوف الغباء، سبحان الله. التحدي كتحفة تعليمك غبي يا غير يضحك عليك انت. لحظه يضحك عليك انت. قادر 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 لا تلبس ابيض او اسود. لحظه يا سفيان، اكد لي هويتك يا سفيان. السلام عليكم. انت سفيان؟ انت سفيان يا تحفه، شوف لي تحفه علشان نوقف قادر اليوم ننزفه تحفه. ايوه لحظه لو سمحتوا لحظه. على سلامتك السيد اشرع. لحظه يا اخي لحظه. تحفه تكلم. انا لا تكلم يا سفيان في نفس الوقت. سفيان تكلم يا سفيان في نفس الوقت. تحفه نكمل الكلمه ولا مازال؟ لحظه يا اخي، في تحدي كبير، قفل ميكروفونك انت دقيقه بنعطيك. يا سفيان. نعم. انت انا تكلم، قول لي كلمة سر. ما فهمتكش. لا نحن نتكلم في نفس الوقت. نعم دورك. انا انه مش سفيان. يا سفيان. نعم. كيف حالك؟ بخير وانت على سلامتك، هذه غيبة. اذا والله انك سفيان. يلا يا تحفة. وهذا انا تحفة، ها انا ذا. اه ياسر، بشرك ياسر. وعد الحر دين عليه. الله يبارك فيك. سد يا تعفى انت وسفيان. سد المايكات. سد المايكات. ايوه يا سفيان سد.
سد نفسك، سد المايك، سد سفيان. ايوه الان هو طلع قادر قبل شويه وقال تعهد كلام رجال، قال قسما بالله العظيم يا اسعد الشرعي ان استطعت ان تطلع تحفه وسفيان في لايف واحد انه سيعترف بالصحراء المغربيه وانه سيخرج من التيك توك الى الابد وانه سيقدم اعتذار للمغاربه وانه سيعتبر نفسه اغبى واحد في العالم على اعتبار انه كان يعتبر انه سفيان هو تحفه. طلع قادر راه معانا، طلع قادر. الله يحفظك. هو ما عاد جاش، قد هرب. هو كان من اول بيحاولني انزله يهرب. ها هو سفيان وها هو تحفه. الان ورينا رجالتك يا قادر. ننتظر اعترافك بالصحراء المغربيه علشان تكون تحفه. طيب.